أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل فقع العين من صلاحيات صاحب البيت أم يشتكي للوالي وهو الذي يفقع عينه؟ لا، حق لصاحب البيت، حق لصاحب البيت أنه يحذفه بحصات، فلو فقعت عينه فإنه لا دية له، ومن باب أولى إذا شجته ولم تفقع ليس له دية، لأنه هو المعتدي.